حافلة المجمع الشريف للفوسفات حطت رحالها ببني ملال في عملية تحسيسية قدمت خبراتها في مجال تحليل التربة ومعرفة نوعية الأراضي إلى عشرات الفلاحين الصغار من أجل مساعدتهم على استعمال أمثل الأسمدة والبذور. المزيد من التفاصيل في ريبورتاج خديجة زروال عن المرابط وعمر جليتي. لضمان مردود زراعي جيد لابد من القيام بتحاليل للتربة قبل تسميد الأرض، تقنية لم يكن الفلاح بمنطقة تادلة أزيلال على دراية بها قبل وصول قافلة المجمع الشريف للفوسفات للحبوب بالمنطقة، والتي تهدف إلى تحسيس الفلاحين بأهمية تحليل التربة ومعرفة نوعيتها. كل أرض عندها النوعية ديالها، إذا قبل الفلاح ما يباشر العملية ديال التسميد تيخصو لازم ما يحلل التربة باش يعرف شحال تيخصو ديال الفوسفات، شحال خصو ديال البوتاسيوم، شحال خصو ديال الأزوت. ولإنجاح أهداف هذه القافلة تم تعبئة وسائل مادية وبشرية ومختبر متنقل لتحليل التربة ونظام المعلومات مجهز بقاعدة بيانات حول خصوبة التربة. استفدنا هو كيفية توزيع ديال البذور على الأرض، بأن الأرض يمكن تمشي للمختبر وتحلل، وبأن الدولة تساهم في ديك النسبة المئوية ديال ديك المصاريف ديال المختبر، زيادة على كيفية محاربة الأعشاب الضارة، زيادة كيفية إنتاج وتقوية الإنتاج ديال المحاصيل الزراعية. وقد استفاد حوالي 500 فلاح صغير وأطر وتقنيين بالقطاع الفلاحي بالجهة من دورات في المجال الزراعي حول كيفية استعمال الأسمدة بمشاركة أساتذة وخبراء في الزراعة. نبقى بجهة تادلة أزيلال المنطقة الفلاحية بامتياز، فالجهة تنتج قرابة 250 مليون لترا من الحليب سنويا وهو ما يمثل 14% من الإنتاج الوطني، كما أنها تعمل على تطوير زراعتها العلفية حيث انتقلت من 7200 هكتار سنة 2008 إلى 8300 السنة الفارطة. هذا التطور ساهمت فيه تدابير مخطط المغرب الأخضر عن طريق سياسة تشاركية ينخرط فيها إلى جانب الفلاحين الكسابة كذلك. المزيد بخصوص هذا الموضوع في ريبورتاج الحسين قرشان وعبد الهادي سكيوي من الفقيه بن صالح. تشكل المنتوجات المحلية بجهة تادلة أزيلال رؤية واعدة لضمان تنمية محلية مستدامة، ولعل سلسلة الحليب من بين أهم القطاعات المنتجة، حيث تساهم المنطقة ب14% من الإنتاج الوطني، ويتم تسويق 135 مليون لتر أي 56% من الإنتاج الإجمالي. القطاع منظم على الصعيد على الجهة، وهذه الأهمية لهذا الإنتاج الحليب سترجع أولا أنه أحد استغلال واحد عدد الرؤوس جد مهمة لي تبلغ 95 ألف بقرة حلوب، منها 30% منها الصنف الأصيل، موارد كلائية جد متنوعة اللي تتحتل فيها الفصة المرتبة الأولى بنسبة 24 هكتار، بالإضافة إلى سلاج الذرة اللي تمثلتها هو 8000 هكتار. وسعيا وراء تطوير النشاط الفلاحي بالجهة وما رافقها من برامج مخططية ساهم فيها القطاع الخاص بشكل مباشر قصد خلق ضيعات بمواصفات تتوفر فيها شروط السلامة الصحية وجودة المنتوج. بالضيعة عندها ما يقارب واحد 5600 رأس من الأبقار، في من بينها 3000 رأس ديال الأبقار الحلوب، وكتهتم بسلالتين وهي سلالة الهولشتاين وسلالة المونبليارد. وللإشارة فإن سلالة المونبليارد يعني القطيع اللي كاين بالضيعة يعد من أكبر القطيع على صعيد العالم. ويتميز حليب المنطقة بجودة عالية، حيث ما يعادل 60% منه يستعمل لإنتاج الحليب المعقم UHT والياورت، ويعرف إنتاج الحليب بالمنطقة نموا متتاليا عبر الاستثمار المتزايد إلى جانب مواكبة وتأهيل القطاع.